بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثامن رح نبدأ مع بعض موضوع جديد في برنامج تمكين. هذه الحصة الرابعة. رح نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى موضوع جديد تم أخذه في برنامج تمكين. إذا صوتي واضح والسلايدات واضحة ياريت ترفع إيدك مس. تمام مس، رافع إيدك من البداية. تفضل. بس أنا حمزة، إذا بدك تغيري لي اسمي غيري. أوكي تمام يا حمزة، دقيقة. تمام أوكي حمزة، تمام ممتاز، شكرا. تمام، هلا حبيبي. أنا راح أشيل عنكم الميوت يا مس عشان إذا عنده أي حدا سؤال يجاوب على طول. تمام؟ تمام أوكي. إذا نحن الآن في برنامج تمكين تناولنا مجموعة من المفاهيم. أول بدأناها بخصائص المثلث، بعدين كملنا ب الزاوية الخارجية، حكينا أنه ما علاقة الزاوية الخارجية بالزاويتين الداخليتين في المثلث البعيدتين. طبعاً امبارح بدأنا بالمفهوم الثالث اللي هو مبرهنة فيثاغورس. تمام، حكينا استنتجنا امبارح، رسمنا مع بعض احنا وياكم هذا الشكل. حكينا آخر إشي وصلنا له أنه في هذا المثلث القائم يوجد لدينا، في المثلث القائم حكينا مس أن لدينا ثلاثة أضلاع، أهمها الضلع، ثواني بس أحط على السلايد الصح. تمام، المثلث القائم الزاوية حكينا يتكون من زاوية قائمة، إحدى زواياه قائمة، الضلع المقابل للزاوية القائمة سميناه وتر، الضلعين اللي شكلوا الزاوية القائمة سميناهم ضلعي القائمة. الآن يمس وحكينا أنه الوتر هو أكبر ضلع في المثلث، وبما أنه إحنا شفنا أو اشتغلنا على المثلث القائم الزاوية، على طول بدنا نعرف أهم مبرهنة ممكن تيجي في المثلث القائم، وهي مبرهنة فيثاغورس. استنتجنا مبارح عندما قمنا برسم مربعات على أضلاع المثلث القائم، اكتشفنا يا مس أنه، وفرضنا أنه هذا طول ضلعه 3 سنتي وهذا طول ضلعه 5 سنتي، خلينا نسجلهم الآن. افترضنا هون يا مس أن طول الضلع هنا 3 سنتيمتر، أيضا طول الضلع هنا على فرض 4 سنتيمتر، وأيضا طول الضلع أو طول الوتر طول الوتر 5 سنتيمتر. عندما طلبت منكم امبارح إيجاد المساحات، حكتوا لي مساحة المربع شو قانونها؟ مين يرجع يذكرني فيها يا مس؟ مين يذكرني بمساحة المربع حكيناها امبارح؟ آه يا حمزة تفضل، أنا شايلي الميوت، تفضل حمزة. طول الضلع بأربعة. لا، هذا المحيط حمزة، انتبه. المساحة طول الضلع في إيش؟ بنفسه. بنفسه، أحسنت يا حمزة، صح. إذا طول الضلع بنفسه. إذا أنا إذا بدي أوجد مساحة المربع المقام على كل ضلع، خلينا نوجدهم، يعني بدي مساحة المربع البرتقالي مساحة 5 ضرب 5 أحسنت يساوي خمسة، فينا نعبر عنه بخمسة تربيع يا حمزة، أو 5 ضرب 5 ويساوي كم يا حمزة؟ 25 سنتيمتر. طبعاً مربع المفروض أحط أنا مربع. بس أنا عندي هون الأسس مش شغالة، فرح أحطها بشكل كبير، بس هي سنتيمتر مربع. تمام؟ تمام. أوكي، إذا يا مس أوجدنا مساحة المربع الموجود باللون البرتقالي، أوجدنا أنه هو 25 سنتيمتر مربع. كذلك الأمر لو بدي أوجد المساحات الأخرى، مساحة المربع الأخضر كم يساوي؟
نعم. 3 ضرب 3 يساوي 9 سنتيمتر مربع. أحسنت، مساحة المربع يساوي 3 ضرب 3 ويساوي 9 سنتيمتر مربع. نعم أحسنت. وكذلك الأمر بالنسبة للضلع الثالث اللي هو المربع الأزرق. نعم يساوي 16. أحسنت يا مس، مساحة المربع يساوي 4 ضرب 4 ويساوي 16 سنتيمتر مربع. الآن يا مس نجمعهم مع بعض بطلع طول الوتر. أجمع مين؟ مربع الأول. أها. مربع طول المربع الأول زائد طول المربع الثاني. طول ولا مساحات بدنا نجمع؟ مساحة المربع الأول مع مساحة المربع الثاني بيطلع عنا طول الوتر. مربع طول الوتر. أحسنت. إذا أنا لما بجمع 9 هاي اللي بدي أجمعهم يا حمزة. المساحات مش الأطوال. يعني أنا ما بجمع 3 زائد 4، لا. أنا بجمع مساحات، مساحات يعني 3 تربيع يعني 9، بجمع 4 تربيع يعني 16، 16 زائد 9 لازم يعطيني 5 تربيع اللي هي 25. إذا أنا المقصود فيه ببرهنة فيثاغورس، أحسنت، اللي مرت معنا سابقا، مربع طول الوتر، مش الطول الوتر لحاله، مربعه يعني بعد ما أضربه بحاله، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. يعني طول الوتر بس تربيع. مش عارف كيف أحكيه. تمام. طول الضلع تربيع يساوي مربع طول الضلع الأول زائد مربع طول الضلع الثاني. يعني أنا عم بحكي عن مساحات يا مس. يعني أنا بربع الأضلاع، لازم مربعي ضلعي القائمة لازم يعطيني مربع طول الضلع الثالث. طيب حكينا سابقا أنه مبرهنة فيثاغورس كان لها أكثر من استخدام. إحدى استخداماتها يا مس أن يكون في عندي ضلعين معلومات وعندي ضلع ثالث مجهول. تمام؟ في حدا رفع إيده؟ طيب تمام. إذا أنا من استخدامات مبرهنة فيثاغورس إيجاد أي ضلع مجهول في المثلث القائم إذا علم ضلعين. يعني أنا بتطلع على هذا المثلث، هذا المثلث قائم في عين اسمه ها عين لام، قائم في عين. الضلع الأول ها عين 9 سنتي، الضلع الثاني عين لام 12 سنتي. يوجد لدينا الضلع الثالث هو ها لام. بسأل حالي أو بكتب القانون إذا بدكم لإيجاد الضلع في مثلث قائم الزاوية، إذا علم ضلعين على طول بلجأ لمبرهنة فيثاغورس. في ناس بتحب تكتبها بالكلمات، في ناس بتحب تكتبها بالرموز. يعني أنا بالكلمات هيها، طول الوتر تربيع يساوي طول الضلع الأول تربيع زائد طول الضلع الثاني تربيع. في ناس بتعبر عنها بالرموز مباشرة. الوتر مين هو الوتر هون؟ أطول ضلع الإقبال القائمة، معناته ها لام هو الوتر، معناته ها لام تربيع يساوي الضلع الأول. ممكن تكتب عنه ها عين وممكن تكتب لام عين، ما بتفرق مين هو الأول ومين هو الثاني، لأنه لاحظ أنه عملية الجمع تبديلية، فما بتفرق معي مين تحط بالأول. فلو افترضنا أنه هذا هو الضلع الأول ها عين تربيع وهذا الضلع الثاني عين لام تربيع. الآن بطلع يا مس، مين المجهول عندي؟ المجهول عندي هو الوتر. أصلا هو طالبه هنا طول ها لام، معناته الوتر بنزله مثل ما هو، وبلاحظ أنه أنا ما عوضت محله لأنه أصلا هو مجهول. ها عين يساوي، لاحظ المساواة تحت المساواة، ها عين موجودة عندي ولا لا؟ كم طولها؟ 9 سنتيمتر، بحط 9 وبحط عليها تربيع، تعويض مباشر على القانون، زائد بتنزل. عين لام كم طول عين لام؟ 12 سنتي، معناته 12 بس عين لام عليها تربيع، 12 تربيع. الأولوية لمين؟ للأسس. ما بصير أجمع 9 زائد 12، لا يجوز، لازم أربع بالأول بعدين أقوم بعملية الجمع. يلا 9 تربيع 81 زائد 12 تربيع 144. يعني بضرب 9 بحالها مرتين وال 12 بحالها مرتين. بالآن بجمع 81 زائد 144، كم طلع الجواب؟ 225. الآن يا مس، هاي ال 225، 225 هذه يا مس، هاي مش هالام، هذه مربع هالام.
مربع هالام. الآن أنا ما بدي المربع، بدي الجدل، لأنه هو ما طلب هالام تربيع، بده هالام لحالها. شو عكس التربيع؟ هو الجذر التربيعي، لأنه أنا كيف أحصل على العدد اللي حاصل ضربه بنفسه 225؟ اللي هو الجذر. معناته باخذ الجذر للقيمتين، لهالام ولل 225. طب مس، أنا لما بطلع التربيع من تحت الجذر مش لازم يطلع معي قيمتين، واحدة موجبة والثانية سالبة؟ بس أنا السالبة أهملتها، كاتبة أنا سالب جذر ال 225 مرفوضة. ليه؟ لأنه الهالم عبارة عن إيش يا مس؟ عبارة عن طول ضلع. عمرك شفت طول ضلع أو عمركم شفتوا طول ضلع بالسالب؟ أكيد لا. عشان هيك يا مس أهملنا السالب، باخد بس الموجب، موجب 225، جذر 225. شو جذر 225؟ 15 سنتي. فبالتالي هالة تساوي 15 سنتي. تمام؟ إذن شو عملنا هنا؟ طبقنا مبرهنة فيثاغورس لإيجاد هالة. كتبنا المبرهنة، كتبناها بالكلمات، بعدين بالرموز. في ناس بسرعة بتكتب بالرموز، وفي ناس حتى بتعرف على السريع تطبق، يعني ما بدها تكتب بالرموز وبالكلمات وأبصر شو، بتطبق على طول وبتوجد قيمتها. وما ننسى أنه نطلعها من تحت الجذر. يعني أنا اللي حصلت عليها هون كانت قيمة العدد بعد تربيع. أنا ما بدي طول الضلع بعد تربيع، بدي إياه قبل التربيع اللي هو طول هالام. فباخذ الجذر فبيطلع معي 15 هو طول هالام. في حدا عنده أي سؤال لهون؟ في حدا مرق معاه شغلة مش واضحة بالنسبة له؟ طيب ناخذ مثال آخر. أوكي، ناخذ هذا التدريب. بحكي لي يا مس المثلث سين لام عين قائم في لام. دائما احنا بننصح لما بيكون في عندي شكل هندسي، مثلث، مستطيل، اي شيء يا مس، يستحسن يا مس ترسم رسمة تقريبية ولو كانت بإيدك، يعني مش ضروري بالمسطرة وعلى القياسات لا، رسمة تقريبية. أنا يا مس عندي سين لام عين قائم في إيش؟ في لام. فعلى طول أول حرف بحطه هو اللام، وبحطه عند الزاوية القائمة، لأنك مس لو بدلت بطلع شغلك غلط، بطلع محل الأضلاع مكانهم غلط. أول إشي بحطه القائمة، قائم وين هو؟ في لام، عد أول حرف بينزل هو اللام وبحطه عند التسعين. السين الحرفين التانيات اللي هم السين والعين حطهم وين ما بدك، يعني حطتوهم عند العين، حطتوهم هون، ما بيفرق معنا يا مس. ساعتها أنا المهم الأضلاع تكون محطوطة صح. فيه سين لام 1 سنتي، وعين لام كمان 1 سنتي. تمام، احسب طول سين عين. بكتب نص المبرهنة، مش هذا قائم الزاوية، على طول فيثاغورس مباشرة يا مس. بكتب سين عين تربيع يساوي سين لام تربيع زائد لام عين تربيع. طبعا أنا هون يا مس بلشت الحل على طول، سين عين تربيع نزلتها، يساوي كم مربع الضلع الأول؟ يعني 1 تربيع، زائد كم؟ زائد مربع الضلع الثاني، زائد كمان 1 تربيع. 1 تربيع هي 1، زائد 1 تربيع كمان، يعني بفك التربيع أنا أول، 1 تربيع كمان 1. 1 زائد 1 كم يساوي؟ 2. الآن أنا هاي التنين هي المربع. أنا ما بدي مربع الضلع، بدي الجذر التربيعي تبعه، بدي سين عين لحالها. فباخذ الجذر بتطلع قيمتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة، بهمل السالبة فباخذ السين عين يساوي جذر الاثنين يا مس. فبالتالي سين عين تساوي جذر 2 سنتيمتر، وهو المطلوب. تمام؟ في أحد عنده أي سؤال لحد هلأ على التطبيقات؟ طيب ناخذ بعض المعلومات أو حالات خاصة في المثلث القائم. هلأ مس إحنا دائماً بنعرف أن المثلث القائم الزاويتين اللي ما علاقة الزاويتين هدول في بعض، أي زاويتين في المثلث القائم، زاويتين الحادتين، شو بكون علاقتهم ببعض؟ شو دائماً رح يكون مجموعهم هدول التنتين؟ مين يجاوبني؟ آه يا مس،
راح أعطي فرصة. هدول التنتين. تمام يا حمزة. بس حمزة لا تجاوب قبل ما أنا أقول اسمك، أوكي مس؟ أنت قلت تفضل. أوكي تمام يا أبو حمزة، ماشي. بس أنا كنت أعطي فرصة إنه للطلاب التانيين إنه بس يفكروا، بس أحسنت يا حمزة. طلعوا يا مس، هدول الزاويتين دائما دائما حيكون مجموعهم 90. ليش طيب؟ ليه دائما راح أطلق عليهم كلمة متتامتين إنه مجموعهم 90؟ ليه؟ مين يجاوبني؟ غير حمزة. بدي حدا تاني غير حمزة. حمزة شارك كتير، برافو عليك يا حمزة، كتير نشيط. مين يعطيني؟ طب ليه هدول التنتين دائما مجموعهم 90 يا مس؟ ليه؟ ليه دائما الزاويتين الحادتين في المثلث القائم دائما حيكونوا متتامتين يعني مجموعهم 90؟ ليه؟ كم مجموع زوايا المثلث يا مس؟ يا حمزة جاوب. 180. 180 عشانه إذا فيه زاوية قائمة الزاويتين التانيين بيكونوا مجموعهم مع بعض 90. أحسنت يا حمزة. مش المثلث القائم، أي مثلث مجموع زوايا 180 درجة. طيب القائمة لحالها أخذت 90، قد إيه ضلت تنتين الضايلات؟ 180 ناقص 90 بضل 90. تمام، فبالتالي يا مس هدول التنتين الزاويتين الحادتين ضروري دائما حيكونوا متتامتين. متتامتين يعني مجموعهم 90 درجة. الآن في عنا حالة خاصة يا مس بتحكي أنه المثلث القائم إذا كان فيه زاوية 30 يبقى الثاني أكيد 60. هذا المثلث اللي بهاي المواصفات أنه زاوية منهم واحدة فيهم 30 فالثاني أكيد راح تكون 60 بسموه مثلث 30 60. يعني هو يعتبر حالة خاصة للمثلثات القائمة 30 60. من اسمه شو يعني 30؟ يعني فيه زاوية 30 درجة. 60 يعني فيه زاوية 60 درجة، يعني زاويتين الحادتين 31 60. المثلث اللي بيكون فيه زاوية، مثلث قائم بيكون فيه زاوية 30 والأخرى 60، هذا المثلث بنسميه مثلث 30 60، وهو مثلث قائم الزاوية. في عندي نتيجة بتحكي الضلع اللي مقابل للزاوية 30، شايفينه يعني ألف جيم أنا عم بأشر عليه، هذا الضلع علاقته بطول الوتر بيساوي نص طول الوتر. يعني إذا الوتر 10 سنتي ألف جيم ده تكون 5 سنتي، إذا الوتر 12 سنتي ألف جيم ده تكون كم؟ 6 سنتي. إذا مثلاً ألف جيم كانت على فرض 7 سنتي معناته ألف باء ده تكون الضعف 14 سنتي. معناته دائماً دائماً بالمثلث 30 60 الضلع المقابل للزاوية 30 هذا الضلع علاقته بالوتر دائماً نصه، بس المقابل لل 30 ديروا بالكم، مش المقابل لل 60. اصلا هو واضح انه المقابل لل 60 مبين انه مش نص الوتر، اللي قبال ال 30 هو اللي نص الوتر. طب لو كانت الزاويه مثلا مش 30 بزبط؟ لا ما بزبط، هذه بس حاله خاصه، يعني هاي النتيجه بس لل 30 60. يعني لو الزاويه هاي 20 وهاي 70 ما بزبط يا مس، لازم يكون 30 60 حتى احكي هذه النتيجه. تمام، خلينا نعطي هنا تمام. اوكي طيب، في نتيجه ثانيه هلا بعطيكم مثال عليها، نتيجه اخرى مش بس المثلث 30 60. طول الضلع المقابل طول القطعه المستقيمه الواصله بين راس القائمه ومنتصف الوتر في المثلث القائمة يساوي طول نصف الوتر. كيف يعني؟ يعني أنا يا مس عندي أيضا بالمثلث القائم، هل هذا اشترط يكون 30 60؟ لا أبدا، هذا كل أشكال المثلثات القائمة. إذا بتوصل بين رأس القائمة، شو المقصود رأس القائمة؟ الزاوية اللي فيها القائمة. إذا بتوصل بينها وبين منتصف الوتر، هاي القطعة اللي اسمها با صاد طولها يساوي نص طول الوتر، يعني با صاد تساوي ألف صاد وتساوي صاد جيم. تمام؟
طيب خلينا نستفيد الآن كم نتيجة صار عندي على المثلث القائم؟ تنتين، واحدة للثلاثين ستيني اللي هو الضلع المقابل للزاوية 30 تساوي نص طول الوتر، وواحدة مش بس 30 60 الكل اللي هو القطعة الواصلة من رأس القائمة لمنتصف الوتر بتساوي نص طول الوتر. خلينا ناخذ مثال المثلث ألف ب ج قائم في ب، على طول بحط برسم رسمة تقريبية وبحط ب. النقطة الآن الزاوية باء هي رأس القائمة، النقطة صاد منتصف الوتر مباشرة، مجرد ما هو حكى لي أنه صاد منتصف الوتر بحط إشارات التساوي على اليمين وعلى اليسار، أن القطعة ألف صاد بتساوي قطعة صاد جيم. بحكي لي يانس إذا كانت باء صاد 7 سنتيمتر، هيها باء صاد 7 سنتيمتر، ما طول الوتر يا مس؟ على طول مين يجاوبني؟ حسب النتيجة هاي، القطعة الواصلة من رأس القائمة لمنتصف الوتر 7، ما علاقتها بطول الوتر؟ شو بتساوي؟ حسب النتيجة هاي القطعة الواصلة بتساوي نص طول الوتر، يعني باختصار الوتر ضعفه. إذا هذه 7 الوتر كله كم بده يكون؟ 7 ضرب 2 ويساوي 14 سنتي متر. واضح يا مس؟ تمام؟ خلينا ناخذ مثال آخر. المثلث صاد عين لام قائم في عين، على طول برسم رسمة تقريبية. صاد عين لام وحطيت القائمة عند عين. النقطة دال منتصف الوتر، على طول بحط دال في المنتصف وبحط إشارات التساوي هون وهون. يعني هاي صاد دال بتساوي دال لام. طيب الزاوية صاد دال عين، هاي الزاوية كانت 110 درجات. احسب قياس الزاوية صاد. خلينا نحط بعض الإشارات الإضافية. بما أنه صاد دال منتصف معناته عندي أنا هاي القطعة بتساوي هيها هاي آسفة هيها مباشرة بعينها. تمام؟ إذا ليه حط التساوي؟ لأنه حكى لي أنه دال منتصف. طيب بحكي لي يامس عين قائمة وصل بين رأس قائمة ومنتصف، شو معناته حسب النتيجة السابقة؟ أنه دال عين شو مالها يامس؟ منتصف صاد لام. يعني بقدر أحط هذه الإشارة كمان على دال عين؟ نعم بقدر. ها هلا بحط كمان نفس إشارة التساوي، لأنه حكى لي يامس أنه أنا في انه دال عين هي منتصف دال عين هي منتصف صاد لام. طيب يا مس اعطاني هذه الزاويه 110 درجات، كيف اطلع صاد؟ مين يساعدني كيف اطلع صاد زاويه صاد؟ يا سلمى تفضلي. سلمى تفضلي. صباح الورد يا سلمى. مس هلا عشان طلعين متساويين اضلاع، اي ضلعين؟ دال صاد ودال عين متساويين الضلعين. يعني قصدك انه مثلث متساوي او متساوي ساقين صح؟ اه تمام. فهلا زاويتي القاعده بيكونوا نفس الشيء متساوي. القياس احسنتي، يعني مين؟ صاد وعين. هاي مش عين كامله يا سلمى، عين كاملة قائمة، قصدك هاي صح؟ اه هاي عشان تقرأيها يا سلمى لازم تستخدمي أضلاعها، يعني دال عين صاد، ديري بالك. اوكي. دائما يا سلمى لما بيكون في عندي رأس مشترك لأكثر من زاوية بدي أنتبه أنا عن إيش عم بحكي، يعني العين هذه لما تقولي عين بفهم منك أنك أنت عم تحكي عن القائمة كلها. بس أنت ما بدك تحكي عن القائمة كلها، بدك تحكي عن جزء من الزاوية صح؟ صح. فبتشوفي هاي الزاوية وين محصورة يا سلمى وبتقرأيها، يعني هاي الزاوية محصورة بين الضلعين دال عين وبين صاد عين، فبالتالي بتسميها بأسماء أضلاعها.
يعني دال عين صاد أو صاد عين دال، تمام يا سلمى؟ تمام. هلأ كملي كلامك صح 100%، كملي الآن. هلأ بنقص 180 ناقص 110 كم بضل؟ 70. 70 طيب نقسمهم على 2 تمام بصير 35. ممتازة يا سلمى، برافو عليك، أشكرك يا سلمى أشكرك. شوفوا سلمى شو قالت لنا، أول خطوة لما حكى لي أنه هو قائم في عين وأنه دال منتصف على طول حطيت إشارات التساوي، هاي واحدة. تاني شغلة لما شفت في عندي قطعة واصلة بين القائمة والمنتصف معناته هاي القطعة الواصلة شو علاقتها بالوتر؟ بتساوي طولها بيساوي نص طول الوتر، فبالتالي كمان حطيت نفس الإشارة. فمن هاي الإشارة شافت سلمى أنه هذا المثلث اللي تشكل معاي هذا متساوي ساقين، ومن خصائص متساوي الساقين أنه زوايا القاعدة متساوية، يعني هذه الزاوية اللي هي زاوية صاد وهي الزاوية اللي هي دال عين صاد متساويات في القياس. فراحت قالت لي كل زوايا المثلث 180 ناقص 170 ضل هدول التنتين 70 درجة، تمام؟ إذن 180 ناقص 110 70، لأنهم متساويات خصمناهم على 2 بالتساوي، 70 على 2 يساوي 35 درجة، إذن زاوية صاد تساوي 35 درجة وهو المطلوب. تمام لهون يا مس؟ أشكركم يا مس على تفاعلكم، بتمنى من بقية الطلاب يتفاعلوا معي أكثر، وأشكر اللي تفاعلوا معي، وبتمنى أنه العدد يصير أكثر ونصير نشارك ونحكي يا مس، لأنه هذه كل ما أنت شاركت وحكيت أنت بتستفيد وإحنا بنستفيد منك يا مس. أشكركم على حسن استماعكم لحد هون، بيكون انتهت حصتنا، على أمل أنه نلتقي فيكم إن شاء الله تعالى غدا بإذنه تعالى في حصة ومفهوم جديد. طبعا مس إحنا هيك نهينا مفهوم المثلثات، بكرة بإذنه تعالى رح ننتقل لوحدة المجسمات اللي كانت آخر وحدة واللي هي عبارة عن بعض المجسمات، رح نتعرف على حجومها ومساحتها ونذكركم فيها. تمام يا مس؟ حمزة ممتاز يا مس، يلا باي. مع السلامة يا مس. أوكي، سلام عليكم ورحمة الله.